بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي خياتي السلام عليكم. اليوم جبت لكم تزيريات حنوريهم لكم بالتفاصيل ونوري لكم كاع السر تاعهم تاع ليمول. هنايا عندي 4 كيلات فارينة، ديروا 4 كيلات فارينة هكذا، وكي ديروا 3 كيلات ديروا نص كيلو تاع ليدان. هنا عندي 4، انا حندير 4 كيلات فارينة هاميك هكذا. ومرحبا بجدد اللي يدخلوا. هنا عندي مغرف صغيره تاع لافاني هاي، وهنا عندي قريصه تاع الملح كما العاده هكذا. هنا نخلطهم هكذا، وهنا عندي حبيبه بيض صغيره، كي تكون كبيره خاطر في كيلو ديروا حبه بيض، وهنايا كي صغيره راح نديرها كامل. ها يا كامل هكذا نديرها هكذا. وهنا عندي كيلة تاع مارغارين تاع الفايتاج هكذا، تقدروا ديروا مارغارين نورمال. انا عندي كيلة انا عمرتها مليح على خاطر بالك المارغارين فيها الماء. هنا نرونها مليح هكذا هكذا. وهنا راني راح ندير كيلة تاع ما زهر مخلطة مع الماء، كيلة ما بين ماء وما زهر. انا كي قاطعه نديرها هكذا، نتوما الا شفتوا المزهر تاعكم خفيف ديروها كاع مزهر. هنايا راني هاني نصابلي فيها، ها تشوفوا ديجا هكذا راهي ترونات. ها انا هنا كي نطمها بالماء ونقول لكم الا شربت لي ولا لا. الماء حسب الفرينه تاعكم، ما تخلوها طريه بزاف، ما تخلوها يابسه بزاف. هذو تاع ليمون مليح كي ديروها شويه طريه على تاع القريص. هنايا هاي ليك شوفوا كيف راهي طريه، وهنا فدت لي نص كاس تاع الماء. قلت لكم على حسب الحاجه، على حسب لافارين شحال تشرب، وانا راح نخليها ترتاح هذه حتى الغدوه ان شاء الله. نتوما كي يكون ما عندكمش الوقت تشمخوها صباح تخدموها العشيه، وكي يكون عندكم الوقت خدموها هكذاك بالعقل خير. هي ما كاش كيما لافارس تشرب، كيما لاباط تشرب تخلوها حتى الغدوه تعطيكم نتيجه هايله. وانا دوك هذه نديرها في البابي سوفيغيزي هكذا ونديرها في الفريجيدار هكذا. ودركا رانا رايحين نشمخو لافارس. هنايا عندي 3 كيلات اللي هما جاوني 600 غرام هاديك. هادو الكيلات هادو انا دوك ندير لهم السكر ونعاود نرحيهم باش ما يجيش السكر ما يجيش يغزغز. وهكذاك راح نزيد نبيتو باش تجي لافارس تاعها تجي معسله لداخل. وهنايا عندي كيلة ناقصه اندوا، كنا نديرو كيلة اغا هكذا كيما هادو، مي ولينا نديرو كيلة ناقصه اندوا خاطرش نعرفو بلي الحلوه هذه راح تتعسل تجي حلوه بزاف هكذا تجي سوا سوا. وهنا راح ندير لها مغرف تاع لافاني هاي ليك. دوك انا نرحيهم هادو ونخلطهم ونرحيهم، نعاود نرحيهم نعاود نولي ليكم نوريكم واش تزيدو تكملو. وهنا خياتي للأمانة أنا كنت نسيت ما درت ما ضفت لهاش مغرف صغيرة تاع الكولورون الأبيض، والكولورون الأبيض ديروا هذا سواء تاع الميزان ولا تاع لي بواط هذاك فويتا، ما ديروش الساشيات هذوك الصغار يجوا مالحين، غير مغرفة صغيرة باك على الكولورون باك باش تجي بيضة. أنا ما كان ماشي يعني لازم أنا نقدر ندخل لها من بعد مغرفة صغيرة ولا نخليها هكذاك نورمال. هنايا راني عاودت رحيت اللوز، عاودت كاع رحيتو. وهنايا عندي زوج حبات تاع قارص هاميك، في كيلو ديروا 3 حبات كبار مليح. هنا عندي زوج حبات ماي ما كبار ما صغار. وهنا عندي مغرف تاع ماكله زبده ماشي معمره خاطرش هذه لا كونتيتي ماشي كيلو، كون كيلو تعمروا المغرف هاني قلت لكم كاع يتكلوا اخرين. وهنا دوك نزيد نجيب لافاني. هنا درت لكم زوج حبات تاع لو زاز دو سيترون، قلت لكم قارص نزيد معاها مغرف مليحه تاع لافاني معمره مليح. هنا دوك نفهمكم على تعمروها مليح تعطي لها احمرار. وهنا عندي على راس المغرف خميره تاع لا ليفور تاع الحلوه هاي ليك، غير على راس المغرف شويه برك باش يتنفخوا لنا شويه. هنا نخلط هادو. هنا راني كسرت زوج حبات تاع بيض، نتوما تبداو بالعقل. وهنا اللي ما يقدرش للوز تقدروا ديروا بالكاوكاو. الكاوكاو واش ديروا؟ ديروا 3 كيلات تاع كاوكاو ونص كيلة تكملوها بلانوا دو كوكو جوز الهند. هنايا عندي مغرف ثاني تاع مازهر، انا كي ندير البيض ندير هذه المغرفه تاع المازهر باش تعسل لنا السكر تاعنا مع اللوز.
ونخلوهم يرتاحوا. هنا ندير بالحبه ونخلط، نتوما ثاني ديروا بشويه باش ما تجري لكمش لاباط. وهاد لاباط معليش كي ديروها شويه يعني جاريه، الا بيتوها بعدا تشرب لكم ديروا بالعقل. هنا دوك نقول لكم شحال رفدت لي هذا، شحال يرفد لي البيض، خاطش البيض هذا راه شويه صغير ثاني. انا يعني قلت لكم كاع السر تاعهم باش يجوا هكذاك، انا درت لكم شورت فيديو. هنا مديت لكم لا غوسيت، حنعطيها لكم بلي زيطاب انا باسكو غدوه لي نسحقها لا غوسيت. تما حبيت نوري لكم من الاول، وغدوه ان شاء الله باذن الله نكملها معاكم كيفاش نمد لكم بالتفصيل كيفاش ديروا كيفاش ديروا في الليمون وشحال ترفد لكم وشحال من الغرام. هنا يعني نعجن فيها وراي تبان لي بلي راهي بدات تتلايم. هنا نزيد لها هذيك المغرفه تاع المازهر هكذا، ولا خصني نزيدها باش ما ديروش غير البيض برك، ماشي على جال شويه تروحوا تزيدوا تعاودوا تكسروا حبابيض، لا لا تقدروا تكملوا كي فيها البيض تقدروا تكملوا بال. وتانيك ماشي مخبز رايحين ديروا هذيك تاع يديروا البيض الاصفر حبه كامله وحبه بيض الاصفر، لا لا هذه لازم كومبلي الحبه تاع البيض هكذا، وتعجنوها مليح هاي طنطم ها. وهنا ما الا بيتوها وصباح لقيتوها نشفت تقدروا تزيدوا لها حتى الطرات تاع المازهر، تجيكم خفيفه وتجي ما تجيش ناشفه، تجي معسله لداخل هكذا. كي تخدموا لي كوموند ولا لازم ديروا من قبل باه الخدمه تاعكم تجي مليحه، ديك على بالي تجي خدمه مزروبه هكذا. هنزيد لها غير شويه على بالي كي تبات تشرب ها هكذا. دوك نطمها بابي فيلم ونخبيها، وغدوه ان شاء الله نوريكم القوام تاعها كيفاه ولات. هنايا بعد ما ريحت لافارس ولاباط، هنا لافارس وزنتها 35 غرام هاذي كيفاه دايرين، ولاباط خليتها ريحت، ودوك نوريكم كيش تحلوها ومن بعد نفهمكم على الكيسات اللي طيبوا فيهم هكذا. لكن ديروها في الماشينه هكذا، انا حنوريها لكم بلا ماشينه باش اللي ما عندهاش تحلو، الا كان بالماشينه حلوها بالطول هكذا. هنا طبقوها هكذا ها، درو شويه تاع مايزينا هكذا باش هاي طريه راهي شابه، شوفوا كي تريح العجينه كيفاه تولي. هنايا هكذا ديروها مرتين ثلاثه، هنا راهي خطر شريحه العجينه مليح، انا حنحلها على زوج خطرات هكذا ها هكذا. تقدروا تطبقوها هكذا وتعاودوا ديروها هكذا وتولوا منها تخرج لكم هايله. هنا دوك نكمل نحلها ونوريها لكم محلوله. هنايا هاليك انا راني حليتهم، نتوما ما تحلوهاش رقيقه بزاف، هنا راهي من قبل الاخيره كي ديروها في لا ماشين حلو قبل الاخير، خاطرش هنايا تاع ليمون لو كان ديروها رقيقه بزاف تتكسر لكم. هنايا هاميك شوفوا هذه، هنايا كاين لي كيما هذو لي بلي نيميرو جاتني في 90، حليتها في 90 هكذا. قطعوا هكذا، هنا دوك نوري لكم وحده ومن بعد نكمل انا هكذا. هنا ترفدوا المول، هذا قلت لكم تاع 35 هنا هكذا هاميك، خاصني نشوف باش ان شاء الله تكونوا راكم تشوفوا. ديروا هكذا لاباط تاعكم وتدخلوها بالعقل وتسقموها بيديكم، ما الا جات شويه زياده ولا خارجه على المول ديالكم تقدروا تسقموها بيديكم. هنايا هكذا هكذا، وانتوما الا كان لي مول تاعكم ماشي مالفين طيبوا فيهم ديروا لهم شويه فرينه باش ما تربحوش الريسك تعود تلصق لكم. ودي فوا ودي فوا لا فارس تخرج على لاباط يقدر تقدر تلصق لكم، هما هادو ما يلصقوش بصح راني نفهم فيكم للمبتدئات اللي ماشي مالفين يخدموا كامل ديروا شويه تاع فرينه في الليمول هكذا. وهنايا نجيبوا لافارس تاعنا، انا دائما نغطيه بالنيلوش ما يضربوش الهواء سوا لاباط سوا لافارس. هنايا نديروا هكذا ها هكذا، تعطيوها شويه كيما هكذا وتحكموا بوشون ولا ديروا بال واسمها
كشمول هكذاك تدوروا بيه، غير بالبوشون دوروا هكذاك بلا دوي ولا تقدروا هكذا. هذا وتعملوا حبه تاع لوز في الوسط هكذا هاميك، وهنايا ديروهم يطيبوا على 180 درجه، وكي يخرجوا يطيبوا كي يطيبوا كي نخرجوهم نوريلكم كيفاش ديروهم في العسل. هنا وريت لكم حبه باش ما تجينيش لا فيديو طويله، ودوك نوريلكم كيفاش تعسلوهم. هنا جيت نوريلكم باش ليمون، نسيت ما قلت لكمش عليهم. هنايا هذه ترفد 35 غرام اللي كيما اللي درتها دركا، وهذه ترفد 40 حتى 45 غرام، حتى من 40 حتى 45 غرام هذه وهذه، وكاين اللي يديروا لهم حتى 50 غرام سا ديبون، مع شويه تاع لا ليفور تطلع لكم. ودوك كي يطيبوا نوريكم كيفاش خرجوا. هنا عاملين كي طابوا، شوفوا كيفاش جاوا ما شاء الله. هذاك السر تاع علاش المغرف تاع لا ليفور هي اللي تنفخهم هكذا وترجعهم هكذا. هنا نحكموا كي غدو نطقبوهم هكذا ثلاثه ولا اربعه هكذا. ها هنا لحوم العسل الا كانت بارده دفيوها، ولا كانوا هما سخونين والعسل غير دافيه غير شويه معليش تشرب لكم، المهم هما يكونوا سخونين. ولا كانوا بردوا تقدروا، الا كان فاتكم وبردوا تسخنوا العسل تاعكم برك. العسل اللي كان تاع الباطا ديروا لها شويه هذيك، يديوها شويه تاع اسمها مزهر. ولا كان اللي طيبتوها في الدار، ولا انا هذا العسل اللي نخدمه في الدار بصح مليح عسل كيما تاع الباطا، راني دايرته في قناتي. وتخلوه يشرب مدة 15 دقيقة ولا حتى ربع ساعة. كي تكون عندكم لي كوموند ولا طيبوا البلا الاول خلوه يشرب، كي توجدوا الدوزيام تقلعوا ما تعاودوا تخلوه يزيد يشرب. هنا خليه حتى يشرب ونوريلكم كيفاش خرجوا. ها منيك شوفوا كيفاه جاو خاوتي خياتي، هنا ما شاء الله جاو هامنيك طابو حموره. هي هذيك المغرف تاع لافانيلي درناها مليح، هي اللي تعطي لها الاحمرار هكذا، وباهي تنفخوا لكم هذيك ثاني. ما تنساوش نص مغرف تاع لا ليفير اللي درناها على شط المغرف، سما كي تكون صغيره تاع قوالي ديروها نص. هانيك دوك نفتح لكم وحده وتشوفوا الطراوات تاعها. هنا لي كيسات على حسب واش عندكم من والي ما تحطوهم هكذا. هامنيك شوفوا هنا، شوفوا ها الصورة هي تعبر عن نفسها. بديت فيها شوف شوفوا الطراوات تاعها كيفاش تجي طرية، شتو كيفاش تجي طرية. انا نقول لكم دائما كي تكون عندكم زعما هكذاك باش تخدموا الكشوالي ما ولا دائما لافارس تبيتوها باش تجيكم احسن طريقة وتجيكم يعني مليحة، ما تجي تدوب في الفم وتجي معسلة للقلب. هاي ليك خوتي خياتي، نقول لكم لا عجبتكم لا فيديو جام وتعليق، ونقول لكم في امان الله والسلام عليكم.